بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني خواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع اليوم بذكرى شهيد عظيم، نجتمع اليوم بذكرى شهيدة عظيمة مثل بنت الهدى، الذي ظلم على يد الظلم والاستبداد. الشهيد السعيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه وقدس سره، حمل هم العراق والعراقيين، كان وسيبقى ملهما لنا جميعا في إحقاق الحق وقول كلمة العدل والإنصاف والتمسك بكل قيم العدالة والإيمان بالقضايا العادلة. هكذا كان الشهيد الصدر، صاحب القضية الإسلامية وصاحب القضية العراقية والإنسانية. ولهذا نرى في كثير من مؤلفات الشهيد الصدر يتكلم عن الإنسان، ولكنه يجب أن نتذكر الإسلام مدرسة حياة التي ذكر فيه الشهيد الصدر كل قيم الإنسانية وإدارة المجتمع. هكذا كانت مواقف كل شهداء العراق، هكذا كانت المثل العليا هي التي أدت بها الأبطال لقدم أنفسهم من أجل الإنسانية ومن أجل الإسلام ومن أجل العراق. وهكذا كان الشهيد السعيد محمد صادق الصدر، وهكذا كان شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم. نعم نتعلم من كل شهداء العراق، نعم نتعلم من شهداء العراق أن نتمسك بالحق وبالمواقف البطولية، ونتعلم منهم كلمة أصحاب الكلمة الجامعة، ونتعلم من أصحاب الخطاب الوطني البعيد عن الحساسيات والعصبيات، حتى تكون مواقفنا جميعاً من أجل الناس. نعم من أجل الناس، هذا ما يجب أن نعمل عليه، وهذا ما يجب أن نتعلم عليه منه من كل الشهداء. الخطاب الوطني البعيد عن الحساسيات والعصبيات حتى تكون مواقفنا من أجل الناس. نعم، فنؤسس دولة ذات حكم رشيد أساسها العدل واحترام حقوق الإنسان وصونها وأداء الواجبات على أكمل وجه. ومن هنا أدعو الجميع أن نتعلم من أخطاء الماضي حتى لا نكرر أخطاء وقعنا فيها، ولا نعيد إنتاج مآسي ذقنا لوعتها. اليوم بين أيدينا فرصة وأمل، وعلينا استثمار هذه الفرصة لأجل مستقبل أبنائنا، بناء الدولة، خدمة المواطن، والعمل على بناء مؤسسات الدولة هو المطلب الأهم. بناء الدولة يعني عمار وإصلاح وصحة وتعليم، ودورها في بناء يعني قوات مسلحة وإصلاح اقتصادي واقتصاد قوي، وأرض يحميها جيش وقوات مسلحة بكل صنوفها ضد كل التحديات. بناء الدولة كما ذكرت يعني اقتصاد قوي يقوم في خدمة المواطنين وخدمة الفقراء وكل شرائح المجتمع، وتعاون وشراكة بين المحيط والعالم. هكذا نريد أن نرى العراق يليق بالعراق وبسمعة العراقيين وبتاريخ العراق الكبير. وبهذه المناسبة ندعو قوانا السياسية الوطنية إلى استكمال كل الاستحقاقات الدستورية والعمل بروح الفريق العام، فريق العمل الواحد وبالروح التضامنية. وعلينا الالتفات بهذا الظرف الصعب في العالم، أن الأزمات الدولية الحالية تؤثر على كل دول العالم، والعراق ليس بعيد عن هذه الأزمات. واجبنا حماية شعبنا من انعكاسات لهذه الأزمة على صعيد حياة المواطنين. إيمان العميق يتحقق بطلعات الشعب العراقي، وهي مقصد وغاية الجميع مهما اختلفنا. الجميع متفق، نحن جميعا في خدمة العراق، ومهما كانت اختلافات يبقى هذا العنصر هو المشترك بيننا جميعا. ومن هذا المنبر وفي هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر المحبة والتسامح، وشهر الشهادة التي استشهد بها الإمام علي عليه السلام من أجل الإنصاف وجمع شمل الأمة، وفي ذكرى الشهيد محمد باقر الصدر الذي كان عبرة، استشهد في يوم 9 نيسان وسقط الدكتاتور في يوم 9 نيسان. هذه عبارة أو عبرة إلهية يجب أن نتوقف عنها كثيراً.
أدعو كل الأخوان وبكل القوى السياسية التي تشكل مجلس النواب إلى تمرير قانون دعم الطوارئ للأمن الغذائي. القانون الطارئ للأمن الغذائي مهم جداً، ودون تفريغه من محتواه من أجل خدمة المواطنين. هذا القانون هدفه توفير حماية لازمة لشعبنا. وسط الأزمات الدولية لا نستطيع أن نتحكم بتداعياتها، والحكومة مسؤولة أمام شعبنا في وقت سياقات صحيحة لحماية أمنه وتحقيق التنمية والحراك الاقتصادي في هذه المرحلة الحساسة. أخواني خواتي، لا أطال عليكم وأثقل عليكم في هذا الشهر الكريم الفضيل، ولكن من موقع المسؤولية والأخوة التي ربطتني العديد من الأخوة الحاضرين في هذه القاعة، تجربة طويلة من أيام المعارضة العراقية، مرينا جميعاً بمراحل صعبة وعبرناها، عبرت الحركة الوطنية بكل قواها الإسلامية والكردية والقومية والوطنية. أدعوكم أن تكونوا بمستوى قراراتكم السياسية بمستوى تطلعات الشعب العراقي العظيم. شعبنا ينتظر تأسيس حكومة عراقية إصلاحية، طال انتظارها، وأرى أن لدينا جميعاً مهمة وطنية نشترك بها، هي الانتقال من لغة الاستعصاء والانسداد إلى لغة الاتفاق والثقة والتعاون، ومن خنادق المواجهة والاتهامات والإزمات إلى خندق المحبة وبناء الوطن وتحصينه من كل الانسدادات وحل إزماته وإصلاح منظومته من أجل مستقبل أجيالنا. في الختام، أتمنى على الجميع أن نعمل سوية لبناء البيت العراقي والذر والابتعاد عن الخلافات من أجل العراق، مستقبل العراق، وعليه يجب نتعاون في المجال. رحم الله شهيدنا الكبير وأخته العلوية بنت الهدى، رحم الله شهداء العراق جميعا، رحم الله كل من ضحى وبذل من أجل العراق الغالي والنفيس. عشتم معاش العراق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.